كما ينضم إلينا مشاهدينا الآن السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير، أهلا بك. يعني كيف ترى يا فندم أهمية هذه الزيارة في الوقت الراهن؟ يعني أنا يسعدني جدا هذا أكثر من أي مصري آخر، لأن جيلي هو الجيل الذي هتف طوال الوقت لمملكة مصر والسودان عندما كنا في المدارس الابتدائية والثانوية ثم حتى الجامعة. كان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية السوداني محمد عبد العزيز، ثم حتى في بداية ثورة 52 المصرية ظللنا دولة واحدة، لكن شاء أخواننا في السودان لأسباب قبلية غير مفهومة لنا أن ينفصل عن مصر، وتم هذا باستفتاء، يعني الأغلبية كانت فيه قليلة جدا. على أي حال، ترك هذا الوباء، وباء القبلية أو الأحزبية تعلو على الوطنية، جعل السودان الذي انفصل عنا ينقسم إلى سودانين، شمالي وجنوبي، لأسباب قبلية أيضا. ثم نحاول أن ندعم هذه الكيانات قدر الاستطاعة، فإذا بكل سوداني منهم معرض للانقسام أيضا. إذا نحاول أن نساعد في أن يشعر أبناء السودان، أبناء ليبيا أيضا معرضون لنفس المشكلة، ألا ينظروا إلا إلى راية واحدة وبلد واحد تحت حكومة واحدة وشعب ملتف حوله. ومصر من أكثر الوجوه قبولا في البلدان العربية الحمد لله، بل وفي إفريقيا، لأن طول عمرنا نحن نمتلك قوة تحمي ولا تهدد كما وصفها الرئيس عبد الناصر منذ سنوات. والرئيس السيسي قال أن قوتنا لا تستخدم أبدا للعدوان على أحد، بل نحن نحمي الأمة العربية، فالأمن العربي أمن واحد، يعني مصر تهتم به كتهتم بأمنها الذاتي. كل هذا يفسر التواجد سواء الليبي أو السوداني في الاتصالات الأخيرة. لا أنسى أيضا قطر، وسرورنا بأن قطر تعود إلى الملف العربي مرة أخرى، تصبح دولة ذات إمكانيات تستخدم إيجابيا لما فيه صالح الأمة العربية كلها. ماذا عن التعاون العسكري يا فندم في ضوء التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، خاصة من خلال التدريبات المشتركة؟ يعني أنا في موقف يمكنني أن أقول لك يا ليت الإعلام يبرز ما يجري في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكليتي الحرب وكلية الدفاع، وأنا حضرت منذ أسابيع قليلة ل30 دولة أفراد قوات مسلحة من أركان حرب والدرجات العليا من 30 دولة إفريقية، وكلها دول يسعدها أن تتعاون معنا عسكريا، بالذات في التدريب في التعليم، ومنفتحون انفتاحا عظيما تجاه مصر ويقدرونها تماما. طبعا السودان ليس غريب عن هذا، وقد قابلت بعض الإخوة من كبار قادة القوات المسلحة السودانية في مصر. كل هذا متاح وموجود، العبرة باستقرار الأحوال السودانية ذاتها، لأن كلما استقرت الأحوال كلما استفدنا من البرامج التدريبية، من المناورات المشتركة، من التسليح. فمصر طبعا رائدة في موضوع التسليح، ونحن ننتج أسلحة أيضا تصدر إلى مختلف البلدان العربية، فهذا بند معروف ودائما ما يلقى اهتمام الدولة. لا أنسى أيضا البند الغذائي والزراعة، لأن الدول العربية كلها تشكو من نقص أو في فجوة في الغذاء، وهذا عيب كبير في وجود دولة زراعية بحجم السودان أو بحجم العراق أو سوريا. لكن عدم الاستقرار في هذه الدول يهدد بوجود فجوة غذائية يعني على مستوى العالم العربي كله، ويا ليتنا جزء من الجهد لضمان الاستقرار السياسي والأمني في السودان أن يؤدي هذا إلى قدرة المستثمر على أن يذهب إلى السودان وأن يتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، وبهذا نسد فجوة كبيرة جدا يشكو منها العالم العربي. بالتأكيد.
الزيارة الخارجية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي سعادة السفير عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018 كانت من نصيب السودان، ماذا عكست تلك الخطوة ودلالتها على قوة العلاقات بين البلدين؟ بالتأكيد، لأن هو كما قلنا نحن كنا بلد واحد. صحيح نحن ننظر بمشاعر إيجابية قوية جدا نحو العالم العربي كله، لكن لأن هي الدائرة العربية هي الدائرة الأولى في السياسة الخارجية المصرية، لكنها تبدأ من الدول الجارة المباشرة، السودان وليبيا. أنا كثيرا ما أحلم، وقلت لكبار قادتنا في سنوات كثيرة، أنا أحلم بتعاون اقتصادي أكثر كثافة، بل بنوع من الاتحاد السياسي والاقتصادي بين مصر وليبيا والسودان، لأنها الدول الجارة المباشرة. أراضي السودان الشاسعة، الثروة الليبية البترولية، والخبرة المصرية التي تمتد لآلاف السنين، هي يعني نموذج للتكامل الذي يمكن أن يؤدي إلى الخير للبلدان الثلاثة. نرجو الله أن تستقر الأحوال في السودان وفي ليبيا، ونعمق أكثر وأكثر في هذا النوع من العلاقات. يعني سعادة السفير، هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا، في مقدمتها ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي. كيف ترى أهمية تنسيق المواقف بين البلدين في تلك الملفات؟ مصر تنعم بأن لديها جيش ذو ذراع تمتد من مدخل البحر الأحمر وموضوع شرق البحر المتوسط، وهي ذراع قوية تستطيع أن تغطي هذا كله. والبحرية المصرية شيء نعتز به، ومؤخرا ازداد دعم مصر لقواتها البحرية، وصارت من أقوى القوى البحرية الموجودة في المنطقة. يلزمنا طبعا أن نتعاون مع السودان، بل مع الصومال، بل مع السعودية واليمن من الناحية الأخرى للبحر المتوسط. مجموعة البلدان العربية المطلة على البحر الأحمر بالتأكيد شيء مهم في قلب السياسة المصرية. لا ننسى الأردن أيضا، لأنه يطل على ميناء العقبة في الخليج العقبة على البحر الأحمر. كل هذه بلدان نتعاون معها بشدة، لأن أمن البحر الأحمر معناه أمن قناة السويس ومصر، والحمد لله أننا حافظنا عليه بكل قوة وكفاءة. السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك.